انا فاهم 10000 جنيه عمر واقف يفتح تحت البيت عندي بتنسف الحمام تاني. السلام عليكم وبداية فلوج جديد ضرب نار. المفروض ان احنا بنبتدي الفيديو النهارده من جنب عربيه احمد شاور، احمد اخويا العزليه اللي اخر يوم ليها على وجه الدنيا النهارده. يعني العربيه دي اخر يوم ليها النهارده في الحياه، العربيه دي هتتدمر النهارده، بس طبعا مش التدمير اللي هو بالمعنى الحرفي. المفروض ان انا هعمل مقلب دغدغت عربيه احمد شاور، بس في الحقيقه انا مش هبقى بدغدغ عربيه احمد شاور ذات نفسها. انا جايب عربيه عامله حادثه زي ما انتم شايفين، هي عامله حادثه فمشدوده بالعربيه. المفروض ان عربيه الجيب قطر العربيه دي، العربيه دي هوريكم دلوقتي تفاصيل التكسير بتاعها وان هي متدغدغه ازاي. معانا هنا في العربيه هيتامي، احلى هيتام العسل، الهيتام اللي مشارك معانا النهارده في الجريمه بتاعت النهارده. انا بوريكم التفاصيل بتاعت التكسير بتاعتها. انا طبعا زي ما احنا شايفين الازاز هنا مشرح، هيبقى في التصوير انا هكسر الازاز، بس طبعا يعني حرام ان انا اكسر الازاز بتاع العربيه السليم. عشان كده جبنا عربيه بقى من هنا. بص هنا ده هنا مش نافع، احنا مكسر الفانوس ده مش شغال، يعني ممكن اديله واحده برده هوك كده بتاع، فاهمين قصدي؟ اللي هو انا جايب عربيه اصلا عامله حادثه، فلما هنحط دي مكان دي نكسر دي عادي، هي كده كده بايظه. فكره ان هو احمد لما ينزل يلاقي عربيته هنشيل النمر طبعا عشان هو ما يعرفش، فلما ينزل يلاقي عربيته دركنا في نفس المكان كده. اللي هيحصل دلوقتي حالا ان احنا هنحط العربيه دي مكان العربيه اللي وهتشوفوا هنعمل ايه بقى بالظبط. احنا هنحتاج ناس تزق العربيه دي كتير، لان العربيه دي اصلا بتمشي بصعوبه، لان بصوا لما عملت حادثه الكاوتش ده بيحط هنا، فلازم يا حد يجرها يا تتزق. دلوقتي هنبدل اماكن العربيات، يلا بينا. طبعا دلوقتي في ناس كتير ممكن تسالني تقول انت ازاي جبت مفتاح العربيه بتاعت احمد شاور، بما ان هي عربيه احمد شاور. اقول لكم في حاجه اسمها مفتاح سبير، مفتاح السبير ده اللي هو بيبقى المفتاح الاحتياطي. طبعا العربيه دي انا اللي كنت جايبها في الفيديو اللي هو بتاع اخر واحد يشيل ايده من على العربيه، هو الفيديو لما كنا انا اللي كنت جايب العربيه دي. فعند المفتاح السبير بتاعها معايا احتياطي، عشان لما اجي اعمل مقلب زي ده يبقى معايا المفتاح بتاع العربيه. دلوقتي المفروض ان احنا حركنا العربيه الحمراء، دلوقتي بقى ندخل دي. يلا انت عشان بس خلاص كفايه كده حمرا. وريني ترومبه الزيت ده، كانت ترومبه الزيت. بس طبعا كنا محتاجين المساعده لان العربيه مش عارف نزقها لوحدينا. يا ما بتمشيش ليه؟ حبايب احمد شاور كتير، حبايب احمد شاور ناس كتير بتحبه وعايزه تعمل معاه خير. يا جدعان كل ده عشان اهم من الشغل ظبط الشغل، لازم العربيه تبقى في مكان نفس المكان اللي كانت فيه، عشان برضه هو هيبقى ملخوم في الموضوع، بس يعني عشان نبقى احنا عاملين كل اللي علينا. كمان واحد الله ينور كده 100 100. عايزين بقى اهم حاجه دلوقتي احنا نحط الكاميرات، نخبي كاميرات بقى جوه العربيه كده عشان التكسير والحاجات دي تبقى باينه من بره ومن جوه. يعني نحط اماكن الكاميرات وبعدين نبتدي التكسير. اهم بقى حاجه عشان خاطر هو ممكن اول لما يجي يلمح النمر، فاحنا طبعا دلوقتي مش عايزين النمر تبان ان هي بتاعت عربيه مختلفه، فاحنا دلوقتي هنفك ده كده كده اصلا العربيه مكسوره ومتدغدغه، بس كده اللي هو كان انا اللي كسره بقى، يعني كان انا بصه بقى على وشها. طبعا هو لما يجي هيتفاجئ بيا وانا بكسر، يعني انا هكلم احمد وانا بكسر، هيجي في نص التكسير. طبعا اللي هو ايه اللي بيحصل ده، ايه الهلس ده والمقلب وصلت كده ازاي، انا دماغي تعبانه للدرجه دي. هروح بقى مديله واحد هنا كده هيت شوت هنا كده في الفانوس، والنمر طبعا هي مش باينه، فهو يفكر ان هي عربيته والنمر وقع لتحت. اللي حاجه هقدر اسقطها هسقطها النهارده. مش عايزه عارفين اللي هو يعني هي كده كده العربيه مكسوره ممكن اكسرها عادي، بس عارفين كده اللي هو حاسس ان انا بعمل حاجه كده. لا لا عمر شاور عيل طيب مش شرير، ما بيأذيش حد ولا بيكسر عربيات حد ولا بيعمل حاجه في حد. عمر شاور ده ولد طيب. احمد شاور صدقني انا اسف، انا اسف فعلا. لا عمر شاور كده تستهبل، عمر شاور ده كده استهبال. انا اللي عملت كده دلوقتي؟ لا عصايه مش انا صح؟ لا عصايه. انا عملت حاجه؟ ما عملتش انا حاجه صح؟ يا واحده كده، واحده من فوق شيبه ثلاثة نكمل الثلاثي المرمي. حلوه كده ولا اديها واحده كمان؟ واحده هنا هنا خالص. ولا لا خلينا اديها كذا خبطه، انا هديها بس كام خبطه كده حلوين عشان يبقى الازاز ده ايه واقف على خبطه. انا مش عايز اوقعه قوي، عايز لما احمد شاور ينزل يشوفه بيقع قدام عينه، انا بس ايه بزعزعه كده. اتمنى ان هو ما يشحش على الصوت، يعني اتمنى ان احمد شاور ما يشحش على الصوت. انا عايز يعني يعني تتخيلوا كده لو مثلا حد من عيالكم او اخواتكم بيعمل فيكم كده، تكون رد فعلكم عامله ازاي؟ تنزل تلاقي عربيتك عامله كده بالمنظر ده. خايف لا يتكسر مني غصب عني، انا عايز لقطه اللي هي التكسيره دي اللي هي تبقى قدامه في وشه. بس كده بيتهيألي هو واقف على ضربه، واقف على ضربه. نرن بقى على احمد شاور. يا حبيبي ايوه انت فين كده؟ انا في البيت. انت في البيت اللي في الشقه بتاعتك؟ اه. طب بقول لك يوم انت العربيه بتاعتك تحت في حد خبطها ولا انت عملت حادثه بيها؟ ايش الكلام ده؟ يا ابني العربيه بتاعتك راكبه تحت البيت؟ ايوه عم راكبه تحت البيت، وما ادري راكنه فين. طب اصل انا كنت معدي من تحت البيت عندك ولقيت النص القداماني بتاعها مخبوط زي ما يكون حد كان بيركن كده وخبطه. بجد والله؟ اه والله. ايوه ايه؟ القداماني؟
من قدام، حد خبطها من قدامه خبطه غشيمه. يا معرفش معرفش السما مش عارف ده، انت كده وغوشتني، ده انا كنت فاكر عربيه حد تاني والنمر مفكوكه وقع على الارض. نزل. طيب تعالى لي انا تحت وتعالى عشان نشوف الحوار ده. يلا ماشي. سلام. الحاجه اللي جت في بالي بصراحه ان حد خبطها بقى، وايه المفروض احنا دلوقتي هنبقى في نستنينه اول ما ينزل اروح مدي الازاز، بس يا رب بقى يقع مني عشان هو شكله تلي. دلوقتي احنا في انتظار احمد شاور. A few moments later. ده جاي بيتمشى. خليك شويه خليك. جاي بيتمشى. يتمشى والله جامد والله جامد والله. العربية طلعت بص عاملة ازاي؟ لا في بوليس حد موقع لك الاساس بتاع العربيه؟ قلت اكمل لك عليه. حد خبط لك العربيه من الاساس؟ والله ما فكرت. تاني واحد هيد شوت في كوعي من التنزيل، طلع مجنون. مش عارف الازاز ده العربيه دي ايه، مصفحه يا ابني ولا يا جدعان؟ 90 ضربه ما بتحل. هو فين؟ هو راح فين؟ شفت العربيه مخبوطه؟ ها؟ والله يا كلمه ابوك خليه يدفع لك حقها، هشيل لك كل جنيه عربيته في العربيه. الفلوس انت عبيط يا عم، كان في ضربه دي بالدراع. انا مش هقدر اوقف فيه. ليه؟ عشان الازاز ده مش عارف اجيب زيه. ليه؟ لا عادي. والله عارف اجيب زيه. قول انت عملت ايه؟ هو ايه ده يا ابني؟ ده الاوريجينال وده الاوريجينال. ماشي يا عم، ماشي ماسك لك شغل التيم. على كده كله هيتخص عادي. بس ده الاوريجينال، ده الاوريجينال. فلوسك كسر. ها كسر فلوسك يا عم. هيدفع بص، انا عندي بيت بصرف عليه مش هحل عادي. اكسر كل حاجه هتكسرها خد قدها 10 مرات. ايه ده؟ يوم هو الازازه ده بلاستيك؟ انت حاطط ازازه بلاستيك؟ اه يا بابا بلاستيك. ها؟ حتى 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ اه 2000 جنيه. اه يا عم بس 2000 بس. 2000 بس؟ انا فكرتك هتقول لي 200000 جنيه ولا حاجه. بص بص تعالى 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 اجيب لك حقها. خلي بالك هيغفلنا. هو فين؟ واقف بيتصل ببابا. بيتصل بابويا بقى. بيتصل بابويا. اتصلت بابوك؟ خلي ابوك بقى يجيب لك ازاي؟ هيغفلك. خلي بالك. خلي ابوك يجيب لك ازاز بدل ده. بقول لك ايه، احساس ممتع، عايز تجرب؟ بابا بابا عمر واقف تحت البيت عادي وبتنصف الحمامات. طبعا بابا بابا احترامك على راسي يا بابا، ده مش معناه عدم احترام، عشان احمد ابنك مهزق وعايز يتضرب. ماشي رن عليه بقى، رن عليه خليه يتصرف معاه. ماشي ماشي. ابوك بيقول لك كلمه. ابوك بيقول لك كلمه. ابوك بيقول لك كلمه. انت بتشتكي له يعني؟ مش عيب عليك تبقى الاخ الكبير وتشتكي من الصغير؟ يا بابا انا مش عايز الزاز دوت 10 مرات. هو بكام اصلا؟ الاكسيدون ده اجيب مكانه ايه؟ كسره لك هو كمان؟ كسره، عايز تكسر كسره. لا كسره ايه؟ يعني هدفعهم 10000 جنيه. كده خمس. ماشي. كده خمس مرات. عايز تكسر لك بقى فانوس، تكسر لك كاوتشه. انت عارف ان بعد ما اخلص تكسير في العربيه دي هكسر ايه؟ ها؟ تعالى كده مش بكلمك عشان ما اكسرش دماغك. تعالى كده كلمني وانا بكلمك يا برنس. خد كده يا برنس. تعالى بس وانا بكلمك كده ما تمشيش. هكسر دماغك. همشي وراك في الشارع هكسر دماغك. هكسر دماغك يا ابني. يغفلنا عظيمنا. يغفلنا. كسر لك دماغك وحرقني دلوقتي. بجيب زمايلي دلوقتي هعضرهم دلوقتي. هتموت دلوقتي. تعالى يا ابني عدي لي يا ابني الطريق. تعالى لي كده.
قرب كده كمان شويه، كمان كمان شويه بس كده، اقف هنا كده بس. هي اتوسخت والله، هي كانت بتلمع والله. ايه رايك في دي بقى؟ دي جايبه عشان السرعه كمان. ده اللي زاد بتاعها شويه. ايه رايك في دي؟ ليه يا ليه يعني جميل؟ ايه رايك فيها؟ 2021 دي موديل عارف؟ مش كان نفسك في النوع ده التويوتا كورولا؟ ايوه جت في اغنيه حمود. كان بيقول لها ايه؟ فاكر الكلمه السوق بيغني؟ لا ده احمد موزه لما كان بيقول لك الهلهولة هيفضل هلهولة حتى لو ركب تويوتا كورولا. لو جبت تويوتا كورولا مبروك عليك يا هلهولة، تويوتا كورولا دي بتاعتك. امانة الله. ايوه 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 هو انا متفق معاه، هو هيديك المفتاح. اعرف كده دوش صدقني امانة الله. الله يبارك فيك يا ابو. ايوه انت حبيبي يا ابو، انت اخويا. هو هتضرب ها؟ انت اخويا عيب عليك والله، عمره ما اضربك. اتصل بابوك بقى، اتصل بابوك. قول له اتصل بابوك عشان ما يكسحنيش. تعال نركب، تعال نركب يا شاشة. هلا هاي الشاشة، الشاشة شفت احسن من المتسولة بتاعتك. اه المتسولة اللي اتكسرت بتاعتك مش انت مش عايزها؟ دي خلاص بقى بتاعتي؟ اه دي خلاص بقى بتاعتي. هل خلاص يا ابو قصة التانية عادي خلاص كده مش عايز خلاص. اه ولو هتكسر دي برضه عادي اجيب واحده ثانيه. كان لسه من شويه بتبتسم بابويا، بقول لك 10 اضعاف، لسه 10 اضعاف في ثانيه بقى. بص الابتسامه بقت على وشه بلهاء، وعمال يقول لي كسر دي عادي براحتك، وكسر 24 21 موديل السنه. انا ما مصدق نفسي، على انا ما مصدق نفسي. عروق رولا، ايوه الحره هيفضل طول عمره حره لو جبت يوتا كرولا. بس مش موله، مش موله. يا بنزين انت بنزين يا ابو، مش مشكله فوض. هو مش بقول هالقوله هيفضل طول عمره هالقوله. يلا 24 21 بقول لك ما فيهاش بنزين عادي. الثانيه كان فيها بنزين هفرج. اهم حاجه بس تنساش تنزل بابوك. يا انت اخويا، تنزل بابوك بس. هبوسه بس على فكره. بابا على خلاص انا بمقدمه مني. هنيلك القصه ماشي. على فكره العربيه اللي كانت بتتكسر تحت البيت دي مش بتاعتك. شفت بقى كمان بجد والله؟ اه والله يعني بتاعت سليمه. بتاعتك سليمه كمان موجوده زي ما هي، بس هاخدها بقى. هتاخدها ليك؟ خدها مالكش دعوه، خدها هنبيع ايه؟ يعني مش هديني اي حاجه؟ انت هتاخد دي؟ من حقها؟ لا مش هنبيعها. مش هنبيعها؟ ايوه مش هنبيعها، احنا نعمل بيها حاجه بس لسه يعني. يبقى اعمل اللي تعمل عشان بس هتكون مفكر ان انا كسرت العربيه بتاعته ولا حاجه، يعني هو اتكل ابويا بالباطل والعربيه هترجع سليمه زي ما هي. احلف بالله، احلف بالله دي بتاعتي مش مقلب. ايه؟ احلف بالله دي بتاعتي. انا عمري ما فيك مقلب زي كده؟ اه عادي. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اعمل ايه؟ بس انا اجرها واديها لك يعني يوم مثلا. ده عيب عليك بامانه الله. عيب عليك يا قلب اخوك، عادي هتفضل معايا. بس اللي في بقى نجيب العربيه الثانيه بدل ما تتسرق، لان الازاز مفتوح على البحر. او توكيل، هعمل لك العقد والتوكيل النهارده وكل حاجه. الف مبروك عليك يا حبيب اخوك العيال. ايوه مصدق عليا النوم اخويا ده، مبروك عليك حبيبي يابا. لسه مش عمال يشتمني ويهلهلني في الشارع دلوقتي. عايزين نعمل فلوس. الفلوس بتغير النفوس. الفيديو الجاي، الفيديو الجاي دريفتات. الفيديو الجاي دريفتات بعربيه احمد شاور الجديده تويوتا كرولا 2021. بس كده، ودي نهايه الفيديو النهارده. لو انتوا مش عاملين سبسكرايب اشتركوا في القناه، ده ما نقدرش من هنا. يا جدعان الراجل ده اخويا، ولا اي مقلب بعد كده انا هقابلها منه، واي مقلب قبل كده مسامحه فيها. واحلى مسا عليك يابا حبيب اخوك يا عم. اعمل مقلب زي ما انت عاوز. لايك للفيديو ده، خلونا نوصله 200,000 لايك. 200,000 لايك وهعمل لكم فيه مقلب ثاني. انا بقول قدامه لان هو كده كده يابا اللي انت عاوزه. ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام. اسمع قصه انا هقولها، الست تعبانه ادعوا لها، السكر كان عالي عليها، وناس كتيره قوي جولها.